يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. ابرز تصريحات اللواء موفق جمعه مع اذاعه شام اف ام. ابرز تصريحات كانت حول الكره السوريه وعوده اللاعب عمر خريبين والمدرب فجر ابراهيم وموضوع فادي دباس، فبتمنى منكم سماع هذا الفيديو للاخير. اللواء موفق جمعه رئيس اتحاد الرياضي العام لاذاعه شام اف ام: لا اتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اسرتي تتابع البعض منها، مفيد لتحسين العمل. أتابع كل ما يكتب عبر وسائل الإعلام. عندما يكون هناك إساءة لي ولأسرتي لا بد من اللجوء للقضاء. الصحفيون لم يكسبوا الدعوة ولكن هناك استئناف. قلت لا أحب كرة القدم على سبيل المزاح واللعبة تستهويني. عمر خريبين أصبح النجم بسبب الأندية السورية. المدرب فجر إبراهيم هو من يقرر مصير خريبين. خريبين ضروري للمنتخب ولديه رغبة بعودته. غوام تحت سلطة أمريكا، وفي حال لم نحصل على تأشيرة تنقل المباراة أو نفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. توقيع عقد نقل المباريات المنتخب تم بشكل قانوني وهو خاص باتحاد كرة القدم. كل مباريات المنتخب ستنقل عبر التلفزيون السوري. هناك شروط جزائية في عقد مع شركة الناقلة، لذلك أن نكشف عن قيمة العقد. لا يوجد شركات وطنية لنقل مباريات المنتخب. المهم نقل مباريات المنتخب. لا يجب طرح أرقام فلكية أو جنونية بخصوص النقل التلفزيوني. اتحاد كرة القدم هو من فوض شركة بشكل قانوني. بعد كل مباراة هناك وضع مزري للملاعب بسبب الجمهور، رفع أسعار التذاكر بناء على طلب من الأندية. الأموال التي تجمع من المباريات تعطى للأندية. ملاعبنا تشبه ملاعب العالم وأفضل. ملعب المدينة الرياضية باللاذقية جاهز تقريبا. شركة نينار وهي جزء من شركة سرياتيل اعتذرت عن استمرار برعاية الدوري السوري، وهناك دعوة أمام القضاء وسنطالبهم بحقوق. هناك مخططات لوضع مظلة في ملعب طرطوس، ملعب خالد ابن الوليد في طور التأهيل، ملعب بابا عمرو وقعنا عقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بقيمة 118 مليون لإعادة التأهيل. إذا أراد أن يترشح محمد عفش لرئاسة اتحاد كرة القدم أهلا وسهلا. إذا كان القانون يسمح بترشيح صلاح رمضان وفاروق سرية أهلا وسهلا. سمعت عن قرار الحظر على أموال الدباس وما حصل له ليس له علاقة بالرياضة. لا أعلم إن كان الدباس بالبلد أم لا. لدي من المال ما يكفي لآخر الشهر، والمهم الصحة.